والله اني قصيت قزه. او اللهم صل على النبي. سعد انتبه. احمد سعود جاء. لا تو هنا والله. جاء احمد اي سجاد ابو عظام وكذا ما اكله. يلا حيو تحمد تبدي نجيب لك دجاج ما فيه عظام يعني. بس انه طيب خلاص خلينا نفر راحتنا بدون ما تتكلم بالله. ايش؟ كنت بقول لك الموقف. لا تقول انا بس خلينا نتعشى يمكن الموقف يكرهنا. السلام عليكم منظم. سلام. والله انا كرهت. السلام. عندنا رساله هادفه. ايش السلام عليكم منظم والالواح اللي جالسين. والسلام عليكم يا شباب. والله كلكم السلام عليكم يا وجيه السلام. ابني الان. وعليكم السلام. اول شيء هذا احنا بالدنيا نسمع كلمة تجرحنا، نسمع مثلا لغو يصير لأحد من الأشخاص، نسمع أشياء. الحب أبو محمد الحب يا حي يا مرحب الله يحيي. صح صح الرجال عقب الحرارة. هنا 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 أبو محمد هذول اثنين ما عندهم من الضاوي. والله والله كلام. والله احنا ندري انه كلام بس الكلام العدل فايده ولا لا. هنا مسألة عزة صدقني كلام حلو. فنسمع كلمة سلام عليكم. اسمح لك اقلب ولا اسمح لك ترش ترى ذاك العصير كان منتهي تاريخه فاحنا نستغله عشان لا ينقط نستخدمه. يخوف اي صدقت نخوفكم انه درق دم. لا لا علشان علشان نحس اي مو بغيت. لا لا علشان تعيش الرعب وتشعر ان الاخرين يعيشون الرعب وكذا تحس بالامان. اي مو شفت شيء من جي سكته قلبيه. لا والعمال كانوا هنا حق القفاري. لا يا والله العظيم ما تطلع بس انا قايل والله يا عبد. اذا شيء منتهي تاريخه حلو تخليه حق طيور يشربونه يموتون ولا نستخدمه؟ لا ودا المصنع يسوي له عاده تدريس يريدون مننا. ايش بيحطوا له؟ يحطوا تمديد. عندنا رساله هالفلوس حوار. افزاعك لاخوانك اللي ما يجوز شرعا وافزاعك اللي قاعد يشوفونك ملاين اللي ما يجوز شرعا. وانت دوستك علي. اي والله صدق يا اخي الى متى يا اخي؟ لا تبررنا عصير منتي تاريخها. ايوه احنا بنمشي ترى بيننا بين بيننا مقالب بس مو درجي. ايش وانا؟ صدق والله. والله كنت بسوي فيك مقلب بس يلا. طيب رجال رساله هادفه يا رجال. اشكرك يا منصور كلامك جميل وانا ساعمل به ان شاء الله. يلا. يعني بالدنيا بالدنيا نسمع كلمه في الحياه بشكل عام. ما مستحيل انه يعني ما تسمع كلمه ضايق. ممكن تسمع تشوف او تشوف احد الاشخاص صار فيه تداخل اصوات مزعجه من ناس حوله. عرفت يعني انه ازعجوه بامر بموضوع يعني ما في احد مرتاح بالدنيا من الناس كلام الناس وكذا وبس. والله شو اسمع الله وش يقول سبحانه وتعالى في القران الكريم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فالله يجزاك خير ويجعلنا جميعا من اصحاب اليمين ونلتقي بالجنه من غير حساب. على امل ان نلقاكم ان شاء الله في الرساله الهادفه اللي بعد ساعتين ان شاء الله. تجيكم حاضرين الحلقه ان شاء الله باذن الله. انا كنت ايوه شبعت انا والله كليت سمبوسه اللي ما قلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي وانت ايت يا قلبي انت والله. لا والله لا والله اتغلى عليك انت يا منير يا قلبي. لا والله ما تغلى والله بالعكس والله اني اجي هنا بس ما انقى. انا استانست لما اخذك اليوم يا حبيبي يا قلبي انت يا قلبي يجعلك في الجنه. والله اني انبسط لا شفتك هنا والله. استاهل محمد. ايوه والله ما ادري احس اني مالي نفسك. ما ادري احس اني على هل تحس مالك نفس ولا مالك نفس؟ والله ترى اذا قلت انا احس الحساس انا احس حساس خاص اني مندفع ولا ترنح ولا شو وضعك؟ فرط حاسيس. فرط منفرط عندك فرط حاسيس. انا منفرط يا الربع فرط اليوم عندك حساسيه. ها اسمع تفضل
انتوا الصغار تقولون لهم سعال يا سعيل يا حبيبي. لا زعنبود نقول. لا زعنبود ايش ذا الاسم؟ حرام انت خليت الطفل شيطان. ايش زعنبود؟ والله مو باني خليته، القصيم كله خليته. تقولون يا سعد سعال؟ لا انت جاي على الموضوع سعال. ترى نقول يا احنا ما عندنا نقصد الاسم. تقول سعيل يعني ولد احنا بالنسبه لنا انا رجيم اقول شيء بالقران. الحين ليش حرموا بعض الاسماء؟ مسكوا كيما عخذك كذا مسكوا معدنه حرموا بعض الاسماء. مثلا في اسماء ما اقدر اسميها رغم ان بخصوص الموضوع حساس. لا كلامي انا سالت سؤال ابغى اكمل السؤال. في موضوع حساس بس فواز لا تقطع كلامي. وين جبان؟ في موضوع لازم يتوضح. طب بقول نرجع لك صراحه في ناس بس دقيقه لا تقطع سالفتي. تقول عندك موضوع يتوضح حتى عندي موضوع بخلصه. هذا واحد راح مستشفى ممتاز توه في متوسط كذا يعني توه بدا يبلغ. راح المستشفى عنده كحة، عطاه الدكتور علاج شراب حق ليش؟ ما اعرف الشراب ليش؟ ايوه شو اسمه ذاك؟ اللي ينوي مراين. ايوه كتب مكتوب تحت مشروب للسعال. قال الولد قال للسعال انا كبيرا صك بالجدار. شركة 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 شركة. فهمت عبد الله؟ فيعني في المستشفى تونا موظفينك انت. اي تونا موظفينك على ايش حظي؟ تسمع اوضح؟ اي وضح. في المستشفيات بعض الاسماء ما يخلون الاب مثلا يسمي ولده ذا المسمى تمام؟ لما جاء لو بيكتب بيسمي ولده. فمجرد وجهة نظر كانت مزحة ولا اصلا دريت انه انتم تتكلمون ذي الكلمة، فما له داعي انه نقلب الطاولة بالموضوع يكون موضوع حساس وهو اصلا مو موضوع حساس وشكرا. قلب الموضوع. والله ما فهمت شيء. الا في شيء قال في المستشفى والاسم ما اسميه. هو فاهم بس الصدر الشمالي على المحك. اليوم 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 بس عنبوت عنبوت ترى البوت انا هاللبس ترى عاد امزح معك عاد عنبوت مناف بعد مناف ودي لسعد استاهل الله شوف سعد تربعه يوصل عبود انا قاعد ارد لك المقالب حبه حبه شوف يا انت غايدك انت اخوي عرفت بيننا نماذج والله اني دايره عارف اللي بالخاطر بس اني حبيت اوضح انه انا منصور ما تعرف اللي بالخاطر الناس اللي ما تعرف مثل منصور كبر مواضيع يا سلام عليك انا بس مجلس هنا اصلا انا ادري عنك يعني شوف ارض الله واسع لان يا صامل الوقفه ترى على فالك على فالك ولا كمل كمل روح روح معاذ عجيبة في المجلس هناك 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 معاك روش روش استرداب أبشركم اليوم دخلتها كذا مرة ما لقيت فيه ولا واحد وهذا إن شاء الله أنا يعزز منظم. إن شاء الله أنا يعزز يعني العملية التنموية في المنتجع عوية هل حب يلا يا شباب رح نزيد وانت الباقي يا محمد يلا يا جماعة عبي هاوس يا شباب يلا يلا عندي فقرة عندي هنا بس بسيطة 10 دقائق يلا بتكون على الهواء؟ ها ايه تطلع اسألك ولا؟ اي والله يلا لا تحت الهواء استرداب قلت انا بيتفهم معنا بس جايك جايك احسب لي ثلاثة دقائق لا والله كثير ان شاء الله قلب انت صدر ما بديت فيه لا صدر خلصنا بس باقي فخش وراه اليوم يا صامل الوقفة ترى على ملا بلا أقدر يا صامل الوقفة ترى راسك على يا صامل الوقفة ترى راسك على ملا هذا قزوي مش شيء اللي بقولك العلاج له آثار جانبية صامل الوقفة صح ولا لا ألو هاي
ابي اقول كل علاج له اثار جانبيه حتى وانت ايش اسمه صح صح ولا لا اكيد هذه الاثار هذه يا صابل الوقفه ترى راسك عالم يا صابل الوقفه ترى راسك عالم امسك الحين سرور يسطرنا تسطير سطر اخرج الشبه خلنا نشوف ايش عند الرجال ثلاث دقائق خلصت ترى الحمد لله الله يهديه ما جاد الله على عشان كذا قاعد اسالك اياه اه جاموني رحمه الله والديك سياف ما قصرت يا مع دراسه ابيض انت وياه كل ابيض ليش؟ كيف؟ ليش كل ابيض؟ عشان ما هو باسود حق الله يسر الله يهديك تفضل لبس طقم كذا خلي حاجه يا اكرمك الله ابو سياف وقفه ترى راسك علم مشينا ثلاث دقائق خلصت يا احمد يا منصور ولا ثلاث دقائق خلصت وصارت ساعتي ثنتين وانا جالس بين اثنين تمام طيب خليكم هنا عشان عندي شغل رجعوني قبل شوي ما في احد افهم وبعدنا بعدين رجعوني قبل شوي عشان ما في احد بالله عليك هاي ابو فلاح ابو فلاح وش حالك يا ابو فلاح فلاح ضارب بالنجاح ضاربه والكفاح سوالك تضرب ليش تدخل والله اني اشتكت المطبات يا ربي اقسم بالله مصرى انها زين امر ذي المطبات ان واحد يشتاق لها سجل عندك سطحت علي يا ابو محمد والله لا شو اسوي يا اخوي ودي اظهر والله مطبات زينه مطبات صناعيه ولا مطبات عاديه على كل حال مطبات الهوائيه زينه اللي في السماء يعني طياره نعم شفتوا الجلسه اللي سواها القفاري هذا عزيز عندك اليوم نفتحها والله فخمه وينهم من زمان ها حلو يعني إضاءة وزي كذا وينهم ذيك شوف وسطية وينكم من أخضر زمان عسى بس ضبطوا ذي الأرض ذي عشان ما تزحلق أتوقع شوف إذا ما ضبطوها أنت عليك بهم يا أنت هون جايين ولا من زمان؟ لا والله أنا توني جاي قبل ما تجي أنا وأنت شايفني دوبي جيت لا لا الطاري لا من أمس هم يشتغلون من أمس هم يشتغلون فيها إي بس جديدين علينا يعني حتى ما افترقت شلون دخل علي المسجد واحد لو نايم هناك جاء واحد وريني رسائل وادري عليها خصم ولا لا قال صورني واحد من الضيوف قال وري يقول عنه هذا يسلم عليكم ويبيك طالبك تصور معه قلت والله التصوير يا اخوك يقول ممنوع كذا بس يوم شفت رساله بصور لو فيها 1000 خصم طبعاً ورا أخوك كنت واقف جنب قوتك تقول هالسالفة ليه ما بحد هم ممنوعين إنهم يستخدمون جوالهم هناك بالله عليك إيه؟ ما يدروا المهم إنه صورني بس حقوق حقوق ملكية الله يرفع قدره يا رجال تراك هذا مك الدورة خلصت يا الربع هلا أكاديمية جاوبنا معنا مرة ثانية حضور الحين الأكاديمية ذا يا ولد مضيعت أكاديمية تصدق ان بكره الربوع وبعدها الخميس وبعدها الجموع جموع الربع يمكن الخميس نصوم ها من عندي ارقص نود اكيد رجل حطني علي مناخ كفو والله خابرني انت يا الله كفو يا ابو محمد انا بس ما خذيت جوي هنا بس حسن الظفر جوي مو هنا كفو والله محسن الظفر جوي لا غديت لا غديت الليالي ذيك الليل ايش دخل ذيك الليل تخبر الفندق اللي قعدنا فيه وياك دكتور اي والله يا اخي يا سوابق مرت قعدنا فيها فندق ذا لنا في مره نمنا فيها فندق سحانا سحبنا عليكم يا حقين حياتك كلكم تقول يوم تجمعنا في حياتك عشان داخل الفندق الحانه ورمنا سحبنا عليكم قولكم يا اخوان زحمه عندكم ازعاج احنا نرقد لنا يا اخي وانت بتنام يا ابو محمد الساعه 7 والله العظيم اي صلاه الجمعه نقوم على صلاه الجمعه طال عمرك يجينا ابو محمد هو فعلا ازعاج اي رحت للبنك الراجل محمد ايه لا ولد تقوتي الله يرحم والديك اي واحد يقوت يخربها زلت 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 يقول بدون الحبيب ابو يحيى اي والله تذكر والله انا يوم ابشر اي لا وذاك الاكسند ذاك اللي ابعد ابو الموت انا ايش ملاين ايش سوي لي
أيام 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 أيام. تمضي بنا الأيام من ماضي الأيام. ماضي الأعوام تمضي بنا الأيام. والله نبغى تشرب شط عشان الماء. تبي زي زفون؟ لا والله ما لي فيها. شرب زي زفون. الساحة حنا أنا رحت هناك. الهوش قصدك الهوش الساحة. أبشر على خشمي تبشر بي النجمي. عسى أربع كلماتك. أبشر على لا حق الشيلة. لا ذي اللي هناك. دشنا اليوم. لا حقت هذه عمل إنشادي أتوقع. وعليكم السلام. أهلا بك. سلمت عليكم يا اخي مساء الخير. مساء الورد يا ورد. مساء الورد والاحساس وجودي. اليوم قال رجال ذا قرصني قلبي يمكن قال اليوم لكم 67 يوم. ايش واجد والله انها باقي كثير يعني. لا والله باقي كثير يعني. راحت تدي كم بقى يعني 20 يوم. يلا انا شفنا 20 يوم ناخذ بعدين 5 ايام حسنا حوس. يلا بصبر كم باقي؟ ها كم باقي؟ اروح 20 يوم. لا على القصيده كم باقي؟ باقي القصيده قريب يعني والله قريب. ابيك يا اخي ابيك تجلس معي عشان اعرف ايش اللي تبي بالضبط. بعد الحفل عندك شيء؟ ما عندي شيء. خلاص نجلس هناك. خلاص اجتماع كمان لا والله حلو ماشي نفسي في الكبدة ها نفسي في الكبدة والله ودي مني بعدين نص ساعة يلا تعال خليه يدور بدأت الفقرة لا باقي بيبدأ الشيخ ودي قدوم موجود هذاك الشيخ ودي جلسون ما أدري والله أتوقع والله ما أدري من اللي بيجي ما أدري من اللي ما بيجي خلاص حبيبي إذا جيت الكبدة بس سوي لي ها باقي الكبدة أنا